من الصعب جدا التفكير أن أختين من رحم البرجوازية المغربية ذات الثراء الفاحش والذي لا ينتهي تفكر في أن تتحول إلى مناضلتين تدافعين عن القضية الفلسطينية بكل ما حملت النفس والجسد. هاتين الشابتين المفعمتين بالحياة هما الشقيقتين نادية برادلي وغيتا برادلي، قصة شابتين تحملان تشعبا وتعقيدا في حكايتهما التي يتداخل فيها المال والسلطة بالنضال وبالعمليات الاستخباراتية وبالمواقف والمبادئ الجريئة. من تكون الأختان نادية وغيثا برادلي؟ ولماذا ذهبتا بعيدا في النضال دفاعا عن فلسطين؟ وما هي مواقفهما؟ وكيف عاشتا حدة الصراعات الفلسطينية في مواجهة الكيان الإسرائيلي؟ ولماذا لاحقتهما المصاد؟ وكيف كانت النهاية؟ بداية القصة. ولد البشير برادلي عام 1905 بمنطقة شياضمة التابعة لإقليم صويرة. حل بالدار البيضاء رفقة والده وعمره 30 عاما، حيث اشتغل مساعدة لميكانيكي في ورشة لإصلاح الشاكمات. وتشير الكثير من الروايات إلى أن اسمه الأصلي هو البشير بن عمر الشياضمي البرادعي، والتي تحولت إلى برادلي حسب بعض الروايات كناية بجنرال أمريكي شارك في إنزال النورماندي. لم يتزوج البشير إلا بعد أن قارب عمره 40 عاما، حيث ارتبط بمولدة فرنسية من أصول إسبانيا تدعى إيرين بيليسير، ابنة أحد كبار تجار الخضر والفواكه، وكانت تقطن رفقة أفراد أسرتها في حي عين سبع. اعتنقت الزوجة المسيحية الديانة الإسلامية فور زواجها، وعاشت مع زوجها في بيت مكترى بحي المعريف قبل أن ترافقه في رحلة الرفاه التي لم تخلو من المحن. أسس الزوج برادي شركة للنقل الدولي مقرها في طريق مديونة، ورفقة شريكيه عبد الرحمن رزق ومحمد العروسي الذي تزوج من أنطوانيت شقيقة إيرين زوجة برادلي. وبدأت الأسرة تجني ثمار جهدهما، حيث ظهرت عليهما ملامح الثراء سريعا من خلال العيش الرغيد في فيلا بشارع أنفا حيث ولدت نادية وغيتا برادلي، ثم عبد الرزاق الذي ولد كفيفا. لكن البشير توفي في إسبانيا عام 1966، وظلت وفاته لغزا محيرا. فقررت زوجته إيرين دفنه في مدينة طنجة، وعادت إلى الدار البيضاء رفقة أبنائها لتبدأ معركة طويلة بين رضاهات المحاكم ضد شريك زوجها رزق والعروسي. هذا الأخير سيخلف إيرين في تدبير الشركة. بالموازاة رأت نادية النور عام 1945 بالمغرب، لكنها تابعت دراستها في العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة سوربون، وهناك ستتعرف على محمد بوضياء جزائري كان يعمل من أجل القضية الفلسطينية. هذا الأخير سيتم اغتياله يوم 27 يونيو 1973 بتفخيخ سيارته. أما غيتا التي تصغرها نادية بثلاث سنوات فقد تابعت دراستها بمدارس البعثة الفرنسية بالمغرب بالدار البيضاء، لكن توقف مسارها الدراسي في سلك البكالوريا بسبب التزامها بالنضال من أجل القضية الفلسطينية. ستعود لمقاعد الدراسة عام 1976 ببيروت بعد الإفراج عنها من السجون الإسرائيلية. كباقي الشباب في المغرب كانت لأخبار فلسطين وقع قوي في النفس، ولأن نادية وغيتا كان لهما أصدقاء كثر من الفلسطينيين فقد قررا تنفيذ عملية فدائية دعما للثورة الفلسطينية.
خصوصا بعد الثورة الطلابية التي عاشتها فرنسا سنة 1968. فقد خططت نادية برادلي رفقة أختها غيثة لتنفيذ سلسلة من العمليات الفدائية في تل أبيب، الهدف منها تفجير بعض الفنادق وتوجيه ضربة موجعة للإسرائيليين. كانت هذه الشابة المغربية قد قررت في أبريل 1971 خوض هذه المغامرة مع أختها وشبان فرنسيين كانوا من المدافعين عن القضية الفلسطينية، حيث رتبت الحصول على جواز فرنسي هبطت به في مطار غير بعيد عن تل أبيب، وكانت تحمل معها موادا لصناعة المتفجرات. كان مخططا أن تشكل بها قنابل لاستعمالها في ضرب بالأهداف السياحية في تل أبيب. ما وقع أن نادية برادلي تعرضت للاعتقال في المطار فور وصولها وشقيقتها بجواز فرنسي مزور، ليكتشف التحقيق معها أنها مغربية ويتم اعتقالها ويحكم عليها معا بعشر سنوات سجنا في السجون الإسرائيلية. لكن الشقيقتين استفادتا على انفراد من الترحيل عن إسرائيل، حيث توجهت نادية إلى لبنان بينما بقيت أختها غيثة معتقلة لفترة قصيرة قبل أن تلحق بها. بعد أن قضت 3 سنوات في سجون إسرائيل، وأقامت نادية برادلي رغم تجربة السجن مع الفلسطينيين النازحين إلى مخيمات، حيث بقيت تدافع عن القضية الفلسطينية، حيث أقامت في لبنان لسنوات ولم تعد إلى المغرب إلا قبل الغزو الإسرائيلي للبنان بنحو شهر سنة 1982، حيث أجبرتها أجواء القصف والحرب على العودة إلى المغرب بعد تلك المغامرة التي تحولت خلالها نادية إلى أيقونة عالمية للنضال والتحرر خلال سبعينيات القرن الماضي. في سنة 1970 تم إرسالها خلال تواجدها في مدينة بيروت. تزوجت نادية من فلسطيني تقاسم معها السلاح والحب يدعى مصطفى الجفاء، وهو أردني الأصل تعاهد على النضال وقرر الانتقال سويا إلى الدار البيضاء بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حيث اشتغلت نادية في مجال الصحافة، فيما تم تكليف الزوج الفلسطيني بتدبير ثروة الوالد وهو من كب عليه، إلى أن توفيت نادية سنة 1995 لتبدأ جولة أخرى من المعارك القضائية بين مصطفى ووالدة نادية إيرين وابنتها غيثة في نزاع طويل حول شركات وعقارات وتركة برادلي. قبل ما تم 40 نادية دخلت شقيقتها في صراع على ثروة عائلة برادلي ضد زوج أختها ووضعت شكايات أمام العدالة، ووصل الأمر إلى حد حجز وبيع آتات الفيلا التي تقطنها عائلة برادلي. ومنذ وفاة نادية في غشت 1995 أصبحت المعركة مفتوحة على الإعلام بين الجفال وغيثة، حيث طالب الجفال بحقه الشرعي في الإرث بحكم أنه كان زوج الهالكة، بينما تقول غيثة إن الجفال يسعى إلى الاستيلاء على ممتلكات عائلتها التي ظل يتصرف فيها لسنوات طويلة من موقعه كمدير عام لشركة برادلي. في الوقت الذي كانت هي وأختها متفرغتان للعمل الصحفي بعد أن أسست بمعية زبيدة نجلة رضا كديرة صحيفة أسبوعية كانت تسمى لوليبرال، تقوى مصطفى الجفال الذي أصبح رئيسا للجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين، وأصر على النضال في جبهة المال والأعمال بعد زواجه من فتاة أخرى، بينما أصبحت أسرة برادلي عرضة للتشرد والفقر، بل إن أم نادية أصبحت تعيش في سكن غير لائق بعد ترحيلها من فيلا المعريف ومسكن بشارع محمد السادس. تبقى الإشارة إلى أن مجموعة ناس الغواء خلدت في شخص الراحل بوشميع مشهد اعتقال الفدائية نادية برادلي في أحدى روائعه، حين قال: عمرني ما رأيت الغزال يمشي بالهماز وفراخ الخيل عاد سراحه، ويقصد بالغزال
نادية لأنها كانت جميلة، وبالمهماز تلك الأغلال التي قيدتها. كان معكم عبد الله الثور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.